ومن جديد ينضم إلينا من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة الفلسطينية، ينضم إلينا مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. مصطفى أهلا بك من جديد، وما آخر التطورات لديك، الآخر الاستعدادات التي يشهدها المعبر؟ نعم، يعني ما زالت الجهود الخاصة بضخ المساعدات الإنسانية التي تنطلق من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة مستمرة. كنا قد ذكرنا أنه وصل حتى الآن من المساعدات الإنسانية ما يقرب من 97 شاحنة هي التي وصلت بالفعل إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، مع وصول 4 حالات من المصابين القادمين من قطاع غزة، بالإضافة أيضا إلى أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسيات، وأيضا من المصريين الذين كانوا قد علقوا في الأراضي الفلسطينية تحديدا في قطاع غزة. الآن هناك إجراءات تقوم بها سلطات معبر رفح من خلال إنهاء إجراءات دخول حاملي الجنسيات المزدوجة إلى الأراضي المصرية، وبعد ذلك وبالتنسيق مع سفاراتهم وقنصلياتهم في مصر سيتم طرح لهم أو إجلاءهم إلى وجهاتهم الأصلية. هذه هي الصور والمسارات الثلاث التي دائما نتحدث عنها هنا في منفذ رفح البري، ولكن نتحدث اليوم عن زيادة أعداد الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني هي التي وصلت حتى الآن. نستطيع أن نقول أن هذا الرقم هو رقم أكبر من الأيام الماضية. طيب، قبل الشاحنات والمساعدات التي ستذهب إلى معبر رفح إلى داخل قطاع غزة، أقف عند حاملي الجنسيات المزدوجة. ما التفاصيل بخصوص هؤلاء؟ تفاصيل الأعداد، إلى أي دولة ينتمون، وهكذا تفاصيل؟ نعم، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 500 شخص هم الذين وصلوا إلى الأراضي الفلسطينية، يتبعوا لحوالي 20 جنسية، منهم الجنسيات الأمريكية والألمانية والفرنسية والهولندية والبلجيكية والكندية والصينية، وعديد من الجنسيات الأخرى التي تعاونت مع الدولة المصرية من أجل إجلاء رعاياها من قطاع غزة وعودتهم إلى وجهاتهم الأصلية. هذا التنسيق، والذي تحدثت مع عدد من الرعايا الذين قدموا إلى الأراضي المصرية، قالوا أنهم في بادئ الأمر نسقوا مع سفاراتهم وقنصلياتهم، وفي بعض الأحيان تواصلوا مع القنصلية المصرية في رام الله عبر ملء الاستمارات ويعني وضع أسماءهم على الكشوف التي تريد مغادرة الأراضي الفلسطينية، وبعد ذلك تواصلت معهم سفاراتهم، والسفارة المصرية هي الأخرى التي كانت تحمل جزء كبير من مسؤولية التنسيق مع كل السفارات والقنصليات غير الموجودة في الأراضي الفلسطينية من أجل إجلاء رعايا كل هذه الدول. وبعد ذلك كانت الكشوف موجودة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبناء على ذلك توجهوا إلى الجانب المصري من المعبر في انتظار وصول أعداد أخرى خلال الساعات القادمة وخلال الأيام القادمة. إذا ما عبر الشخص القادم من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى الناحية المصرية، فإنه ينتظر وصول مندوب وممثل عن سفارته، وبعد ذلك يقوم بإنهاء إجراءات دخوله الأراضي المصرية مع السلطات الخاصة بمعبر رفح، وهي الإجراءات المتعارف عليها وفقا للتعليمات والإصدارات التي يصدرها معبر رفح من خلال تأشيرات تختلف حسب كل دولة لدخول الأراضي المصرية، وبعد ذلك تتم عملية إجلاء هؤلاء الرعايا من الدولة المصرية إلى وجهاتهم الأصلية. نعم مصطفى، أعود معك مرة أخرى إلى شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل من مصر إلى معبر رفح في الداخل أو إلى الداخل الفلسطيني. ما تفاصيل هذه الشحنات؟ هل يغلب عليها الجانب الغذائي أم الجانب الدوائي، المستلزمات الدوائية الخاصة بالمستشفيات والمشافي الفلسطينية في القطاع، أم هي خليط ما بين هذا وذاك؟ بالفعل هي خليط ما بين كافة أنواع المساعدات الإنسانية التي تتمثل في كميات من المساعدات الطبية والأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية التي كنا دوما نذكر أنها في المرتبة الأولى، ولكن نظرا لتردي الأوضاع المعيشية في قطاع غزة أصبحت المساعدات الغذائية والمساعدات الإغاثية هي أيضا تحظى بوافر أو بنصيب كبير من القوافل التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية. لذلك فهناك تنوع ما بين كافة أنواع المساعدات، سواء كانت المساعدات التي يتم تجميعها من منظمات المجتمع المدني المصري أو من المساعدات الدولية التي تأتي إلى مطار العريش وبعد ذلك يتم فرزها وتوجيهها إلى هذه النقطة الحدودية والدخول بعد ذلك إلى قطاع غزة. جزيل الشكر مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من معبر رفح الحدودي.